السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي نحاولوا أننا نجبدوا من هذا الشيما هاجي. خصني نكالكولي لا ديستانس أ أم كيف ما كتشوف عندي هنا إكزرسيس 4. كالكولي لا ديستانس أ أم أ بارتير دي دوني دي تريونجل 1 إي 2 شيما 2. لي دوني اللي عطيني هما لي دوني ديال تريونجل 1 ولي دوني ديال تريونجل 2، وأنا مطلوب مني أنني نكالكولي لا ديستانس AM. هاد المسائل فهما من الأساسيات، رغم أنهم يبانو ليك تخي 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 بانال، ولكن كاينين شي مرات اللي كيوحلو فيهم بزاف ديال التلامذ. ومن ضمن هاد التمارين هادي فراه كنتو تواصلتو معايا وكنتو صيفطوهم ليا، واضح؟ دونك حتى أنا نزولا عند الطلب ديالكم ما غاديش نزقى، وغادي نقاد هاد السلسلة ديال التمارين اللي فيهم الألواد سينوس، يعني فيهم جميع الحالات الممكنة. واضح؟ دونك نبداو على بركة الله. اشنو عندي؟ نحاول نسمي هادو A1، نكتب شي لون يكون باين، A1 B1 ياك، و AB، و هادي A2 و C2. صافي، اصلا B و A راه هما اللي كاين. يعني بتكون عندي هنا A، ياك نجيت تريونجل 2 بتكون هي A2، ومن جيت تريونجل 1 بتكون هي A1. واضح؟ دونك عندي هاد لونجل، عندي هاد لونجل، عندي لونجل سي، ياك، وعندي AC. مزيان، عندي AC. كذلك من جهة تريونجل 1 عندي لونجل A، ياك، وعندي لونجل B، وعندي لا لونغور AB. مزيان، اشنو المطلوب مني انا؟ هو انني نكالكولي هاد لا ديستانس من هنا لهنا. وليني نورمالمون انا مادام عطوني جوج ديال لي تريونجل، نورمالمون خصني نمشي دائما لواحد الاتجاه، الاتجاه ديال الكونترول، فهمتي؟ يعني خصني نكالكولي AM من تريونجل 1 ونعاود نكالكولي من تريونجل 2 ونشوف، فهمتي؟ الا كانوا بحال بحال مزيان، كان اختلاف بيت ندير لا موين، هادشي كله غادي تشوفوه معايا. دونك اول حاجه نمشيو اون ترافاي، سور تريونجل 1، ياك تريونجل 1 هو التحتاني، وهذا راه واد، فهمتي؟ هذا راه واد، ما علينا. دونك اول حاجه خصني ندير، اول حاجه تيكون عندي جوج ديال لي زونغل في تريونجل، كتكون خاصني وحده، الامور راه ساهله وبسيطه. كنعرف باللي راه لا سوم دي زونغل ديال تريونجل ايغال 200. هادشي امبليك ان هاد 200 اشنو بتسوى ليا؟ بتسوى ليا لونغل A، ياك، لونغل A1 بلس B بلس M1، سميوها M1، ياك. مزيان، دونك هنايا اشنو بتعطيني؟ علاش بغيت نقلب انا؟ بغيت نقلب على هاد M1، هادو بيتردو من هاد الجي، دونك بتولي NG M1 ايكال 200 موان A بلس B. دونك M1 إيغال، نجبدو لا حليمة، ياك، أو نديرو الكالكول ديالنا. 200 موان فتح القوس، أولا دير موان لكلشي، دير موان A موان B، ياك، A هي شحال؟ هي 43 فاصلة 99. هنا مادام عطاوك ثلاثة ديال الأرقام من ورا الفاصلة في لونجل وكذلك في ديستونس، دونك هما باش بغيت نخدم بلوس بي لي هي 104.504، ياك. دونك ام إيكال إيكال
51.504 غراد، ياك 50.504 غراد. دونك غادي نحاولوا نكتبوها هنا الفوق. ام 1 51.504 غراد. دابا حنا تهنينا من واحد لابارتي، ياك تهنينا من واحد لابارتي. لابارتي الثانيه سيكو انني خصني نمشي نكالكولي نفس الحاجه بالنسبه لتريونغل دو لونغ اون ترافاي. المهم عندي الاختيار راني نكمل كاع الكالكول ديالي اللي كي من الاحسن نكالكولي في تريونغل ان. دابا ولات عندي هادي، ياك اشنو خاصني؟ خاصني هاد لا ديستانس وهاد لا ديستانس. غادي نمشي نخدم بلا الواد سينوس. دونك سينوس ديال اش شنو هي لا ديستانس اللي عندي؟ دونك عندي هادي وعندي هادي. دونك نمشي نخدم ب ام 1 على اش على ا بي وتساوي ليا سينوس ديال ا 1 على ام على بي ام. انا ما فيها بس نجبد كاع لي ديستانس ونجبد كلشي باش نكون ناضي. بغيت هاد بي ام ياك بغيت نهزها بنحطها هنايا والاخرين بتردهم لتحت. دونك تكون عندي بي ام هادشي كل ما هو الا لا فاسون ديال المعادلات والعلاقه الثلاثيه. هادي بغيت نهزها هنايا. دونك هاد ا ا بي بتولي لي هنا. دونك سينوس ديال ا 1 فوا ا بي سور سينوس ديال ام 1 ياك. دونك بي ام بي ام دبليو. دونك بي ام هي سينوس ياك ديال ا 1 اللي هي 43.62 فوا ا بي اللي هي 80.012 ياك. هادشي بغينا نقسموه على سينوس ديال ام 1 اللي هو 51.504. هادشي سيدي عطاني 70.471. ياك دونك هنايا نكتب بي ام ايكال 70.471 متر. ياك دونك انا اشنو بقى لي هنايا؟ بقى لي نحسب ا ام اللي هي اصلا علاش تنقلب مزيان. اشنو خصني ندير؟ طبيعه الحال الواد سينوس سينوس ديال ام 1 على ا بي ايكال سينوس ديال بي على ا ام. نفس الحاجه كيف ما درنا في الاولانيه بغيت نهز هاد ا ام بغيت نحطها في هاد الجهه. دونك بتولي عندي ا ام ايغال سينوس ديال بي فوا ا بي على سينوس ديال ام 1 ياك. دونك ا ام ايغال ا ام 1 نسميوها ا ام 1 ياك باش يكون عندي انا الكونترول ديالي. سينوس ديال بي يعني سينوس ديال 104.504 فوا ا بي 80.012 ياك ونقسم نعم سيجي على سينوس ديال 51.504 هي شحال سيجي؟ هي 110. فاصلة جوج تسعود ستة متر ياك. دونك هادي بالنسبة ل ا ام هذا مغلوق. هي شحال قلنا؟ هي 110.5
ماشي انت ستة تأجي بالنسبة لتخيونج الآن ياك دابا انا يلاه كالكوليت بالنسبة لتخيونج الآن راه الأمور سهلة الإخوان والله إلا سهلة. نمشيو دابا لا بارتي الثانية اللي هي نخدمو تخيونجل دو نديرو أون ترافاي تخيونجل دو نخليو هاد الشي نمسحوه. دابا اون ترافاي سور لو تخيونجل دو ياك كيف ما كنعرفو عندي جوج ديال لي زونجل ياك عندي لونجل ا وعندي لونجل سي وخصني لونجل ام دو ياك كيف ما كنعرفو ان لا سوم ديال لي زونجل ديال تخيونجل هما 200 ياك دونك ان 200 شنو غتسوى ليا غتسوى ليا لونجل ا دو بلس سي بلس ام دو ياك مزيان. دونك ام دو شنو بغات تسوى تسوى 200 موان ا 2 بلس موان موان سي وممكن نعمل بالسي ياك وندير ليها هكا ا 2 بلس سي حيت الا دخل هادو راه بحال بحال. دونك ام 2 ايغال ونحسبوها شالنجي 200 موان فتح القوس ا 2 اللي هي 45.47 ياك نزيد عليها بلوس سي اللي هي 124.213 هي 26.84 غرات ياك. دابا انا جبت لونغ دونك دابا شنو خصني نمشي ندير لا لوا دو سينوس الامور ساهله وبسيطه لا لوا دو سينوس اشنو نمشي ندير سينوس ديال ديال ام نفس الطريقه ديال ام 2 على ا سي ايغال. دابا انا نمشي نحسب ام نيشان سور ا ام ونشوفو هادشي شنو بغيت ام بغيت نمشي لهاد الجي عندنا سينوس ديال سي فوا سي على سينوس ديال ام 2 دونك ا ام ا ام 2 طبيعة الحال ا ام 2 اشنو غتسوى ليا دابا نحسبو هادشي سينوس ديال سي ديال سي 124.213 ياك فوا ا سي اللي هي 53.650 ونقسموها على سينوس ديال ام 2 اللي هي 26.84 اعطتني سي جي 110.273 ماشي سوا سوا 73 متر. رد معايا البلد نورمالمون انا حسبتها من الفوق حسبتها من هنا حسبتها من هنا ياك ولكن ما تعطاتنيش نفس لا فالور انا بغيت فالور اكزاكت اشنو كنمشي كندير اشنو كنمشي كندير انا اشنو بغيت بغيت ام ان باش نكونوا واضحين في هذه المسائل انا شنو بغيت بغيت ا ام اشنو بتساوي ليا بتساوي ليا ا ام 1 بلس ا M2 divisé sur 2 yeah. Donc c'est dit la moyenne li hiya 110.296 plus 110.273
divisé sur 2. Donc nous voyons chini b chini a m moyen ou la final. Yeah. قلنا 110.296 plus 110.273. Yeah. Divisé sur 2. هي 110.200 المهم خرجت لي هنايا 2845 انا بغيت نعتمد على ثلاثه ديال الارقام هالمعركة اجي دابا هي النتيجه النهائيه حيت فاش يكون عندك خصك تحسبها من جوج ديال البلايص واخا هما ما داروهاش ليك ولكن خصك انت تحسبها من جوج ديال البلايص فهمتي باش تكون ضابط الامور ديالك وكل حاجه محطوطه في بلاصتها الله يرجع لك صافي هذا ما كان الى ذلك الحين يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته